your tongue moist with the dua. And listen to Dr. Akram Kassam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأصلي وأسلم على من قال له ربه جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أيها الأحبة الكرام، مات أخونا عبد الله كامل، مات صاحب الصوت الشجي والشعر الندي، مات من عرفه الناس. هل صليت اليوم عليه صلى الله عليه وسلم؟ أحسب أن هذا الرجل بينه وبين الله جل وعلا سر، فمجيئه إلى هذه البلاد قبل رمضان وبقاؤه حتى هذه الأيام وبقاء دفنه حتى يوم الجمعة لتحضر هذه الألوف، هذه الجنازة التي لم أرى مثلها في هذه الديار والله. وهو الذي ليس له من أخ ولا أخت ولا أب ولا أم هنا، وكلنا له إخوة. شاء الله جل وعلا أن يموت في هذا المكان لتشهد هذه الجموع هذه الجنازة المهيبة. مات عبد الله كامل ولم يعمل في الدنيا كثيرا، ظلمه كثير من الناس، ظلمه كثير من الخلق، ظلمه أبناء مدرسته والمخالفون لمدرسته والمعادون لمدرسته. وتالله ووالله لو أن هناك منصفون من البشر لظل هذا الرجل في بيته وداره وبلده يعلم الناس العلم ويهدي الناس إلى الله جل وعلا. لكنها تلك هي الحياة الدنيا. كان من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، ربما داعيا إلى الله جل وعلا وتاليا لكتابه، لكنه في المقام الأول كان باحثا كغيره من الدعاة عن لقمة العيش. وعزاؤنا أن تكون نيته لله جل وعلا. ولئن مات عبد الله كامل، وبالله هناك من هو أندى منه صوتا وهو صاحب الصوت الندي، وهناك من هو أكثر منه حفظا وهو صاحب الذاكرة القوية، وهناك من هو أكثر منه علما وهو صاحب علم وفضل. لكني أحسب أن الله جل وعلا أخذه قبل الأربعين، وإن له من الأجر والعلم والفضل ما يفوق أناسا كثيرين. لقد مات في هذا العمر وهناك من شيوخه من لم يبلغ مثل ما بلغ. أحسب أن له بين الله جل وعلا سر. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته أن يجعل الليلة خير الليالي. اللهم اغفر له وارحمه، سامحه واعف عنه. إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم كما قرب الناس إليه فادن منه برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل عليه شافي برحمتك. اللهم علمنا إلا أنه داعيا إليك تاليا لكتابك مؤمنا بك. اللهم كما فعل ذلك اجعل هذا خالصا لوجهك الكريم وزده نورا يا أرحم الراحمين. اللهم كما حرم من البصر في الدنيا فلا تحرمه من لذة النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة. اللهم لا تحرمه من لذة النظر إلى وجهك الكريم يوم الدين. اللهم آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا.